مش هسيبك مش هسيبك يا لبنى. انت سبب في كل اللي حصل. ابعدي يا عبير. احنا واحنا داخلين نعمل مشهد الخناقه اللي كان بيني وبين نجلاء بدر ومحمد رمضان، احنا كنا عارفين ان يعني ما كناش عارفين لسه ان هيبقى في كورونا ولا الحظر ولا كده، بس كنا متوقعين ان الناس في القهاوي والكافيهات وفي البيوت هيهللوا ويصفروا ويهبدوا ويفرحوا جدا ان عبير دي عبير الصفرة اكلت علقه من رضوان، يعني تريحهم شويه. يعني انا حاسه ان هم نفسهم يعني كلهم يجوا يضربوا مع رضوان. ف بس كمان كنت انا ايه محرجه، مش عايزه اضايق نجلاء لان هي انسانه راقيه جدا وطيبه جدا، فكنت بضرب ضرب كده يعني فيك، عارفه الضرب التمثيلي ده. فاصل محمد قال ايه الهزار ده، بتصعبته انتوا كرتون ولا ايه، هتضربوا بعض بجد؟ كلنا عملنا كده، عايز المشاهد يحس انكم بتحترموه. احترموا المشاهد، انتوا بتضحكوا على الناس، انا عايز مشهد حقيقي. ركزوا وانسوا الكاميرا واعتبروها كاميرات خفيه، وعيشوا الشخصيات دي والتجربة دي كاملة، عيشوها حقيقية. هو قال كده، وإحنا تقولي يعني حد داس على زرار الشر جوانا الحقيقي. أنا ضربت نجلاء وصباعها اتجزع وإيديها اتجزعت وضافر اتكسر ووجعها جدا وكدمات، ومحمد رمضان هبدني كم ألم محترمين. على فكرة اتزعت من بس في كتير قوي ما اتزعش، دول في ذمة الأستاذ محمد سامي، هم خبيهم مش عارفة ليه، وكام شلوت حلوين وحاجات كده يعني. بصي اتبهدلنا.